عمل للدار على جميع المستويات، ايضا التغطيه الصحيه، ايضا المساعده ديال الحج اللي تجي من صاحب الجلاله نصره الله. بهذه المناسبه جميع الاعضاء اليوم وقعوا على كتاب ذهبي اللي غادي نقدموه لصاحب الجلاله باش نشكروه، لان الفكره الاولى ديال خلق هذه المؤسسه لاعاده الاعتبار للابطال الرياضيين جايه من الخطاب الملكي ديال 2008 اللي تيخلينا نكونوا فرحانين بالعمل اللي قمناه، ولكن ايضا الشكر الجزيل لصاحب الجلاله نصره الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب.